السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني من تشغيل والتعريف بـ Drive ABB ACS 355. المرة دي هناخد خطوة بقى قبل التشغيل، إن بعد ما احنا عملنا ودخلنا على البارامتر اللي اسمه الستارت اب بارامتر، اللي هو بارامتر رقم 99. خطوة تانية انه احنا الاي بي بي حاطة بروتوكول ان قبل ما تشغل الدرايف على اي موتور جديد بتعمل اختبار توصله بالموتور، و اختبار اسمه اي دي ماجنتايزيشن او ايدنتيفيكيشن اوف ماجنتايزيشن، يعني عبارة عن مغناطة للموتور، ان هي بترسل دي سي فولتج واي دي سي، وبالتالي بتقسمهم وبتطلع المقاومات. احنا عارفين الايكوفلنت سيركت في الاندكشن موتور عبارة عن مقاومات وملفات في البرايمري ومقاومات وملفات في السكندري، وعندنا كمان ايكوفلنت ماجنتيك سيركت ان باراليل، وطبعا كل ده وبيلف الاي دي سي والفولت دي سي على الموتور وبيشيك على الموتور كله اذا كان في مشكله. لو كان في مشكله هيعمل لنا فولت، وده لا هنعرفه بعد كده. اول حاجه ان الموتور اما تركبه في الموقع جديد، اما تركب الموتور في الموقع، الموتور ده اول حاجه اللي انت بتشيل منه الحمل، بتشيل منه الحمل بيبقى على الشافت بس، وفي مواتير بتقدر ما تقدرش تشيل الشافت، يعني الحمل كله بيبقى فيه جزء من الكابل او الموجود في الشافت، فده بيبقى ليه معاملة تانية، وده بيبقى موجود في مثلا الاي سي اس 800 وكده، حاجة اسمها ريديوست، يعني مود كده بنختاره للمواتير اللي ما نقدرش نشيل منها الكابل. ولكن في غالب المواتير مثلا زي المواتير اللي على حمل المراوح بتشيل كل الحمل، بتشيل الحمل كله عشان تبدأ تعمل التيست اللي اسمه اي دي ماجنتايزيشن، وبالتالي بتعمل ماجنتايزيشن عند الزيرو سبيد، وبعد كده خلال من 10 ل 15 ثانية الماجنتايزيشن ده بيشتغل على الموتور، الموتور بيشتغل تقريبا 80% او من 50 ل 80% من سرعته، وبنشغله على وضع اللوكال اللي عندنا هنا، واخدين بالنا يا جماعة. ادي اول حاجة تخش على الموتور تبص عليه، الموتور كده ده الشافت بتاعه ما فيش حمل، بتفك الحمل منه، دي اول حاجة. وبعد كده زي ما احنا شايفين يا جماعة، بتروح على الموتور الدرايف زي ما احنا شايفين، بتشيك عليه اول حاجة الدرايف ده في الاي دي ماجنتايزيشن، الريموت ده بتخليه بتحوله الى لوكال، ادي حولته اللوكال، دي تاني حاجة عملتها، شيكت على الموتور الحمل بتاعه متشال اللوكال. هنبدأ طبعا نخش على البارامتر تاني، البارامتر 99، نشيك تاني على البارامتر اللي احنا عملناه قبل كده، وبالتالي اكننا هنخش تاني. اول حاجة 99.1 هو انجلش، تمام. بعد كده نخش على الابليكيشن ماكرو اي بي بي ستاندرد، هنشتغل اي بي بي ستاندرد، ده اللي هو المود اللي احنا قلنا عليه في الحلقة اللي فاتت. الموتور طيب السينكرونس موتور اللي هو الاندكشن موتور اللي احنا شغالين بيه. هنا السكيلر بتاعنا طبعا الاي بي بي ستاندرد في الديفولت بتاعه سكيلر، طبعا السكيلر ده لا يستخدم فيه، ما بنستخدمش السكيلر في موضوع الاي دي ماجنتايزيشن، لان السكيلر ده يعني بيتحكم في الموضوع طول الفريكوينسي بس، و احنا بنقول ان السكيلر ده بيستخدم مثلا الدرايف اما بيستخدم مش مع حمل الموتور او مع احمال مختلفه، مش هو ده الغالب في الدرايف. فاحنا بنختار مع بعض هنا، هنا اهو، هنا اهو مع بعض الفيكتور سبيد، نسيف، تمام يا جماعه.
الحمل 220 فولت اللي هو النومينال فولتج، والكارنت 3.5. كل ده احنا بنشيك على البارامتر قبل ما نعمل الاي دي ران او الاي دي ماجنتيزيشن. ادي 1930 ار بي ام، وادي الهرتز 50 معايا يا جماعة. ادي السبيد، احنا قلنا الباور 8 من 10، 7 من 10، و75 100 كيلو، فمن خليه بالزيادة. تمام. الاي دي ران بقى نبدأ نخش على الاي دي ران. هنا هو ده الاي دي ران زي ما احنا شايفينه، الاي دي ران عندنا اوف، هو كده اوف. لا احنا بنقول له لا نخليه اون. هنا بيدينا كشايفين اشاره، هنا بيدي اشاره الارم ان هو جاهز ان هو يعمل الاي دي ران زي ما احنا شايفين. طب احنا عايزين نشوف بقى، نطلع بره خالص، نعمل اكزيت. اكزيت هنا بره على الشاشه اللي بره هنا بقى عشان نشوف حالته. هو احنا بنعمل الاي دي ماجنتيزيشن من 10 ل 15 ثانيه هيبدا يشتغل ويعمل الاي دي ماجنتيزيشن زي ما احنا شايفين اهو. ادي هنعمل ستارت، شايفين الموتور بيعمل بيرسل دي سي فولتج على الموتور. الموتور اهو بحيث ان هو بيحسب فيه المقاومات والملفات. بدا الموتور يشتغل اهو في الاتجاه الفورورد، وده حاجه مهمه جدا لازم نعرفها. لازم نعمله دي مواصفه بي بي اي بي بي اللي احنا نخليه بيشتغل في الاتجاه الفورورد زي ما احنا شايفين اهو. وادي حاله الدرايف، بيدي مرة الارم ومرة شايفين ادي 40 هرتز، 1.2 امبير، 2.3% من الطور. شايفين ادي الموتور اهو، شايفين هو ماشي كده مع عقارب الساعة اللي احنا شايفينه يا جماعة. ادي الموتور شايفين، احنا كده بنشيك على الموتور قبل ما يشتغل، قبل ما نعمل عليه الحمل نعمل له اي دي ماجنتيزيشن. ادي بدا الموتور الوقوف اهو يا جماعه، ادي اهو، ادي وقف الموتور. وبالتالي كده احنا لو دخلنا كده على البارامتر، شايفين يا جماعه على البارامتر هنا 99.10 هلاقيه طبعا ايه رجع الاوف تاني، هو اوتوماتيك بيرجع لوضع الاوف مره تانية. تمام يا جماعه. دي توصيه مهمه جدا من الاي بي بي ان احنا نعمل موضوع الاي دي ماجنتيزيشن قبل التشغيل بحيث ان احنا نشيك على الموتور. حصل مشكله في الموتور بيدي فولت اسمه 011. طب احنا عايزين نجرب تجربة. احنا مثلا هنا نخلي السبيد مثلا، او نخلي الكارنت او السبيد. ادي السبيد معمول على يا جماعة 99 اهو. نخلي مثلا الامبير 3.5، نخليه مثلا 2 امبير. انت مثلا بدأت وما رجعتش على حاجة كويس ورحت عامل ان الموتور 2 امبير، هتتشيك. احنا عملنا على اللوكال وعلى طريق الفورورد، وهنبدأ نخش تاني هنا البارامتر ونعمل 99.10 الاي دي ران، نخليه اون ونبدأ نشتغل. هنشوف هيدينا ايه، هل هيدينا هيعمل لنا ولا لا. بصينا كده اعطانا فولت اسمه 1005. الفولت ده اسمه 1005، ادي زي ما احنا شايفين الفولت ده. فاحنا نضطر بقى مثلا في الفولتات يعني بهذه الطريقه. ادي يا جماعه الفولت زي ما احنا شايفين 1005 بي ار بي سي يو 2. هنا بيقول لك انكوركت موتور نومينال باور سيتنج، في مشكله في الباور سيتنج. هتخش هنا على الوات تو دو اللي ممكن تعمله، هتبص يقول لك شيك على البارامتر 99.09.
هنا بيقول لك في اول حاجه خلي بالك، هنا الموتور نومينال كارنت شيك عليه، الموتور نومينال كارنت شيك عليه وشيك على الباور، وبالتالي انت هتخش. احنا عارفين احنا عملنا ايه، احنا خلينا النومينال باور 2 امبير. هتطلع هنا طبعا، هتبص يا جماعه زي ما احنا شايفين، هتعمل ريسيت تمام. هتخش هنا على البارامتر، على بارامتر 99، هتخش على طبعا بتشيك، بتشوف النومينال كارنت اللي احنا خليناه 2 امبير، نرجعه تاني للنومينال 3.5 تمام يا جماعه. هنا في حاجه لسه، في لسه الفلاش شغال، يبقى لازم اكون عارفين ان الفلاش شغال والالارم شغال، يبقى لسه احنا ما وقفناش الاي دي ماجنتايزيشن زي ما احنا عارفين اي 99.10. هنروح الاي دي ماجنتايزيشن ونخليها اوف، وبالتالي خليناها اوف اهو. هنشوف هنا الفلاشه، الفلاش هيقف، ادي الالارم اهو، وبدا خلاص ثبتت لمبه الباور، وبالتالي الاي دي ماجنتايزيشن الان مش جاهز لان احنا خلاص وليكن احنا وقفناه تمام يا جماعه. اي استفسار يا جماعه ممكن نبعت في الكومنت، ما ننساش لايك وسبسكرايب للقناه لتدعيم القناه، والى حلقات جديده من اي بي بي درايف اي سي اس 355، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.